مرحبا، أنا بلال معكم هلأ من جديد بمشروع بدي أعرفكم عليه رائع. المشروع بمنطقة اسمها باهتشري فلير باسطنبول القسم الأوروبي. عملوا سيرش على هذه المنطقة رح تطلع بمركز المركز السكني باسطنبول، كل شيء قريب عليها، سلطان أحمد، تقسيم، مطارات، جامعات، مدارس، كله موجود حوالين هذا المشروع. ترامفاي على الباب، مترو، مترو بوس مناسبة لإلك للسكن، مناسبة للاستثمار العقاري كون المنطقة كلها عم تغلى، والأهم إنها مناسبة للجنسية التركية. مبروك. هالمشروع ببهجلي فلير وبيتألف من 10 أبنية على مساحة كلية 66,000 متر مربع. نسبة المساحات الخضراء والمسطحات المائية داخل هالمشروع أكثر من 65%. تم تسليم أول 5 أبنية وسيتم تسليم 3 أبنية بشهر آب وآخر بنائين نهاية 2021. 5 دقايق من الخط السريع آباش وعندك محطة ترامباي خط كاباتاش بجانب المدخل الرئيسي مباشرة. تتميز المنطقة المحيطة بالمشروع بطابع عائلي بحت بكل الاحتياجات، مراكز تجارية، مشافي خاصة وحكومية، جامعات وكتير مدارس لجميع المراحل الدراسية. المشروع هو جزء من خطة إعادة إعمار اسطنبول القديمة، يقع بين أرضين تملكهم شركات إنشاء كبيرة، يعني خلال 3 سنوات فقط رح تزدهر المنطقة أكثر وبالتالي سيرتفع فيها قيمة العقار. متوفر شقق بكل المساحات بالإضافة لهوم أوفيس و19 محل تجاري، ملعب تنس، ملعب كرة قدم، أحواض سباحة داخلية، حمام تركي، ساونا وبخار وصالات رياضية. وهلأ بقدم لكم نظام فولد هوم، أجنحة خاصة بالضيوف وبإمكانك تستضيفهم فيها بشكل يومي أو أسبوعي أو أكثر، ويستمتعوا بكتير خدمات مثل ملعب سكواش، كرة قدم، كرة سلة، صالات رياضية، غرف سينما وأنشطة، وصالات خاصة بالحفلات والطعام. لكل ساكن بالمشروع سواء كنت مستأجر أو مالك يحق لك التمتع برفاهية كل هذه الخدمات بكل مشاريعنا باسطنبول آسيوياً وأوروبياً. مبروك. بالآخر جايز أنا هلأ بقلب مشروعكم، بتمنى تحجزوا تيكت وتجوا مباشرة، لأنه شو ما حكينا بالفيديو أكيد الحكي مش مثل الشوفة. هذا المشروع مناسب للجنسية، هذا المشروع استثمار عقاري ناجح لألكن ومنطقة سكنية بامتياز. أنا سأل انفستمنت وأنا بلال ومفتاحكن بقلبي. جروشروز